السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. في ظل استمرار ارتفاع أسعار أو سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لا تزال السلبية تغيم على الواقع الاقتصادي والموازنة في البلاد، والذي تعتمد خزينة العراق بشكل كبير فيه على الإيرادات النفطية التي يتم تحويلها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق بعملة الدولار. طبعا أدت عمليات تهريب الدولار من داخل البلاد إلى الدول المجاورة وخاصة إيران، أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وخلق مصاعب جديدة للعديد من العراقيين الذين يعيشون في ظروف صعبة. دعونا نستمع لشهادة أحد الناشطين من محافظة البصرة بشأن ارتفاع الأسعار. هذا المسؤولين السيد وزير الزراعة، أنت وين الخاطر الله؟ يا دين أدري أنتم لا عليتوا لنا أزمة الدولار، الحكومة الخدمية، سيد رئيس الوزراء، شهادة وين من لا علاج، لا صحة، لا تعليم، لا طماطة، لا مدارس. يدرون وين تبون توصلون خاطر الله، والدولار لا زال معلي والناس قاتلة الفقر. الله اكبر على رؤوسكم، انتم ما تحسون بالناس؟ ما عندكم غيره؟ ما عندكم شرف؟ مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل الى مقطع اخر. انعكس تذبذب سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بشكل مباشر على اسعار السلع والمواد الغذائيه الاساسيه، وسط خوف من المستهلكين من تواصل ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستويات قياسية، خاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود. طبعا وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 165 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، ما ساهم بارتفاع الأسعار في السلع الأساسية في تفاقم موجة الغضب الشعبية، لا سيما مادة بيض المائدة التي بيّن أحد التجار العاملين في استيرادها تأثرها الكبير في ارتفاع سعر الصرف. لنشاهد. احنا اليوم قضيتنا ويا الدولار، والفرق مالنا البيضة قاعد نشتريها بالدولار، هاي ب 32 سنت، بيض مستورد ب 32 سنت، اضربه بيش الساعة مع الدولار، دولار 165. الفرق من قاعد 750. ب 750 دينار الفرق. يعني هاي بدون ارباح، ابو المفقس كل شيء يعني هو تكلفته 750 دينار، زين تعال بروح ابوك قاز ابو المفقس ما يروح يشتري دولار من السوق الموفي على حسابه الخاص، يروح يشتري دولار ب 170 ب 160 ب 165، انا هسه بايع الفرق، انا ضرب الدولار ب 160 يطلع عليه ب 750 فرق. هسه اليوم قرب 765 165 زين تعال، المربي مهجوم بيت، دعي ما غاز ما، هاي المفاقس والحقول كلها، ابو الحقد ياخذ 10000 يبيع 2000 فرخه، امراض وباء مهجوم، هم بيته وبيته ببيت، مثلنا احنا هم مهجوم مثل المفاقس، امانه الله مهجومه بيوتنا. مشاهدينا الكرام، نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. عبد الله يقول، وطبعا عبد الله يعلق على وسم دولار الإطار يسحق الشعب، يقول الحصة التموينية لم يستلمها الفقراء منذ 3 أشهر، أسعار المواد الغذائية والخضروات مرتفعة، الله يكون بعونك يا الفقير، اتقوا الله يا سياسيين. على نفس الوسم مشاهدينا الكرام، في منصة اكس، حسين يقول نعم، الزيت 4000، البيض 4000، والطحين 60000، احنا بخدمتكم، بعد تردون. امور يقول، شنو جماعة ثورة الجياع؟ بس بوقت الكاظم السيء كثروا منشوراتهم ولقاءاتهم التلفزيونية
وكانوا ساكنين السوشيال ميديا والفضائيات وين اختفوا؟ لو الجياع شبعوا من وصل الطحين بستين ألف. علي القريشي يقول: هل يعلم المواطن سبب رفع سعر الصرف هي مصارف الإطار والصيرفات بكيفها تريد تصعد أو تنزل؟ كل هذه الحركات تربك السوق وتعطل التجارة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعاني قطاع التعليم العراقي منذ سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، إلى جانب النقص في الملكات التعليمية، مما يؤثر سلبا على مسيرة التعليم في البلد. وينتقد ناشطون مشاريع الأبنية المدرسية التي أعلن عن بنائها وسوء التنفيذ بسبب الفساد الذي شاب مراحل البناء وإحالة المشاريع لشركات غير رصينة لا سيما الإيرانية. ففي محافظة ذي قار أكد ناشط وجود مدرسة معطلة لم يستفد الطلاب من بنائها حتى هذه اللحظة بسبب تماس كهربائي فيها بعد بنائها من قبل شركة إيرانية. لنشاهد. حاولنا، هاي مدرسة إيرانية كملت وداومت فيها طلاب، لكن ورا فترة قامت تمتلي المدرسة، سووها إخلاء، سدوا المدرسة وحولوها مطعم كامل غير مدرسة، يعني تمتلي ما لها صيانة، بنل دامج، واير طابق على الحديد، رطوبة، غير يطلعون عليها ويشيكونها، أفصل الكهرباء وأسسل الكهرباء، معقولة منطقة كاملة تنقلها الغير منطقة والغير مدرسة على مود تنتل؟ هذا السبب؟ هذا سبب مو سبب يعني مقنع. تنتل طلع لها مهندسين وطلع لها فنيين ويشيكونها ويسوونها. منطقة هسه مسدودة وما بها أي طلاب. المنطقة كاملة تتحول غير مدرسة. والله تنتل؟ إذا هذا السبب هذا مو مقنع. مع رسالة تربية الشطرة وإلى أكو صيانة بالشطرة، مهندسين فنيين، وإذا ما كان احنا نطلع كهربائيين، مو في الصعوبة كهربائيين، هسه أقول للكهربائيين يطلعون يسوون صيانة، وإذا دمج داخلي هم يقصونه ويأسسونه من جديد. مو معقول إنه ما عندنا مدارس احنا ومسدودة على السبب رئيس إنه تنتهي، لازم أكو غير خلل ما نعرف بعد احنا. هاي رسالة بسيطة إلى مدير تربية الشطرة وذي قار وكل الإخوة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بالرغم من إعلان بناء وترميم بعض المدارس، إلا أن الحاجة الفعلية لأكثر من 10,000 مدرسة لا تزال قائمة لتفادي النقص الكبير في عدد المدارس في العراق. وفيما جرى افتتاح 400 مدرسة جديدة خلال العام الجاري وفقا لبيانات رسمية، تفيد تقارير دولية بأن نحو 50% من المدارس الحالية بحاجة إلى عمليات إعادة تأهيل للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف التي يتجاوز عدد الطلاب في أغلبها أكثر من 50 طالبا. وفي هذا السياق أظهر مقطع مصور انهيار جزء من سقف مدرسة جرى تشيدها حديثا في محافظة القادسية، وسط تساؤلات عن المواد التي استخدمت في عملية بناء هذه المدرسة والتي تأثرت فورا وتداعت بعد بدء الدوام. لنشاهد. داخلها فارغ ومسانتها هاي مسانتها، هاي مسانتها الحديد يقولون عليها هاي صالحة. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بينت صور أخرى حالة الهلع والخوف التي انتابت طلبة مدرسة البتول عقب الانهيار الجزئي لسقف أحد الصفوف فيها، في مشهد يبين كيف تحول الطلاب إلى ضحية عملية تعليمية فاشلة تديرها حكومة الإطار التنسيقي. لنشاهد.
نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سجاد يقول: والله العظيم أنا من سكان قضاء الحمزة الشرقي، هاي المدرسة حذروا منها أولياء أمور الطلاب وما حد استجاب، ما حد استجاب لهم، إلى أن سقط السقف على معلمة وطالبتين وأصيبوا بجروح بسيطة. مصطفى يقول: يعني الله يرضاها جبت بنت أخويا وجهها أصفر وخايفة، هو هذا التعليم؟ عبد الله يقول: المدرسة ينبيتنا، وللعلم إخوان الوزير، وللعلم إخوان الوزير زارها قبل شهر، هاي المدرسة اللي يتكلم عليها عبد الله واللي عرضناها. عباس يقول: عافية حكم أكثر من 20 سنة بيد الإطار التنسيقي، مدرسة عقادة ما سووا. طيب نستمع لرأي السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. أبو زينب من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري من هاي سعر صرف الدولار، هاي صار مصيبة، يعني اليوم الدولار وصل 168 و750. نعم. هذا لحد يعني قبل ساعات. هاي واحد. نعم. ثانيا هاي الأكذوبة الكبرى مال بناء المدارس. لا لا، خلينا نجيها واحدة واحدة أبو زينب، حاجي لك على المدارس بس حتى نناقش موضوع موضوع على السريع. الدولار وعد السوداني وحكومته والبنك المركزي أن سعر الصرف سيتوحد، هيتوحد مع السعر مع السوق الموازي، هاي الوعود وهاي التصريحات وينها؟ أخويا ما يقدر يسوي كل شيء هذا، لأن ذاك اللعين شو اسمه وزير المالية السابق علي عبد المير علاوي، هذا عميل الموساد، ربط سعر صرف الدولار مو بالبنك المركزي العراقي وانما بصندوق النقد الدولي، يعني الا بقرار من الامم المتحده يلا يتخفض. هاي واحد. ثانيا حتى يهربون الدولار واغلبه يتهرب الى ايران تبنى ترسانتها العسكريه والنوويه ومطيحه حظ المنطقه. ثالثا بالنسبه للمدارس طبعا ارتفعت الاسعار وقل صرف سعر الدينار. الناس يعني اذا طلعت روحها ويحصل رعايه اجتماعيه اعلى شيء يطلو 170 الف دينار بالشهر، يعني حوالي 120 دولار. طيب زين، بينما اقل مرشح لمجالس المحافظات ينطو 1,400,000,000 دينار، يعني يقدر يبني بها حوالي 5-6 مدارس. زين، هي الصور بشرفك تحتاج هذا المبلغ؟ طيب 1,400,000,000 يعني تشتري بها اقل شيء فد بيتين ثلاثه بالمنصور وبغداد في ارقى الاحياء. شنو دعايات على صور 1,400,000,000؟ تمام احنا بس حد بدنا نتوسع بالفكره، انا ما اريد بس نتوسع، انا اريد نرجع على موضوع الفلوس والوضع الاقتصادي والدينار. اللي تفضلت بيه تمام بس احنا ما نقدر نتوسع بالفكره، انا اعرف انه كل شيء مرتبط بكل شيء، بس خلينا شوي نخصص الكلام. قضية وزير المالية السابق بحكومة الكاظمي وهو اللي يتحمل مسؤولية هذا الكلام، يعني أي حكومة تجي بإمكانها تعالج المشاكل، تعالج الأخطاء السابقة، إذا كانت أكو أخطاء ارتكبت، إذا كانت أكو قرارات خطأ، أي حكومة في العالم بإمكانها أنه تصلح هذا الموضوع. ماكو شيء اسمه بقرار الأمم المتحدة. إذا أنا دولة ملتزمة بالسداد وأنا دولة أعالج مشاكل الاقتصادية، أقدر أطلع من وصاية البنك الدولي وصندوق النقد وغيرها، يعني هذا الموضوع وأكو دول وأمثلة كثيرة وتخلصت من هذه الوصاية وتحررت من القيود الدولية. هم ذولا عندهم سياسة نقدية، عندهم سياسة اقتصادية صحيحة جماعة الإطار التنسيقي؟ سياسة نقدية ما عندهم هذا السياسه النقديه صحيحه ومضبوطه، كلها ارتجال، لان هذول كلهم عملاء، كلهم جواسيس ضد ابناء هذا البلد. ثانيا اهم نقطه مال ازاله الثلاثه اصفار من الدينار العراقي، لان مبررات وجود انه تحويل الدينار الى 1000 دولار ما يساوي له ربع فلس راحت. اولا الادعاء الكاذب مال انه اسلحه دمار شامل وزاله النظام السابق، كذا كلها راحت.
زين ليش ما يرجع الدينار كما كان؟ على الاقل ان يكون مقوماتك شنو يا ابو تمام. هذا الكلام مو بسهوله، هذا الكلام لازم اكون مقابله مقومات اقتصاديه، بنيه تحتيه، اكو سيطره على السوق، اكو سيطره على العمله الصعبه. شنو المقومات اللي عند العراق اليوم؟ احنا عايشين بالقدره، لولا النفط لولا النفط اللي موجود بالعراق مجاعه تصير، كارثه تصير، لولا هذا النفط اللي ساتر على هل كم مواطن الموجودين داخل العراق. لحد الان ميزانيه 2023 200 مليار دولار مع 170 طن ذهب، ما غير النفط والثروات الاخرى. بعد شنو هذا الموجود مبررات وغير المبررات؟ شكرا ابو زينب من النجف، نشكرك للمشاركه. ابو عبد الله من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اقول لاخونا ابو زينب من النجف، اقول له رحم الله والديك وصح لسانك. يعني عيحشي حشي صحيح. استاذ العزيز هسه انت مطلعت هاي المدرسه، انا ما علي بالدولار، لان اقول لك انا رجال كاسب، ما اعرف الدولار يصعد ينزل ما فهمه. نعم. احنا نقول بعض العراقيين عايشين على النفط، شنو بعض العراقيين؟ قول مع احترامات العراقيين الاشراف، بعض السيئين الساسه ماكو عي يحكمون العراق، ماكو حراميين عي يحكمون العراق. هي المستفاده من النفط. لا لا، كان الكلام على المواطنين يعني، بس مو انا ما احسب اللي موجودين بالحكومه على الشعب، يعني ذولا شيء وذولا شيء ثاني. الشعب ايش مستفاد اخوي العزيز؟ يعني الشعب هسه ابسط شيء، هاي عندك المدرسه اليوم قاعد تقف مالها على معلمه وطالبات. نعم. هذا الشعب، هاي نتيجه الشعب، هاي نتيجه هاي السياسيين هذول السيئين. يعني نحاججهم دائما، نحاججهم ونسالهم، انتم مو حكومه خدمات؟ مو هذا اجى ابن الشيعه السوداني مثل ما تسموه رجل المرحله، رجل المرحله يا مرحله بالضبط؟ شنو التغيير اللي صار بالعراق؟ المرحله الاول يوفق بها ان شاء الله، مو يقول الله يوفقني، الله يوفق ان شاء الله. لا واحد كامل هم ينقلها يوميا الدوله، يوميا مسافر على دوله، راح على السعوديه، راح على ايران، من وين راح؟ وهذا نفس الحالة. وراح يطلع هذا من الحكم ويجي غيره ويطلعوا له السوداني حرامي. صحيح. هي ناس، لا هي سبحة. خرجة ورا خرجة، ما كنا نسبح فيها وحدة ورا لا. هاي السلسلة مالتهم. هم جو يتحججون بتركة الحكومة السابقة. بورث الورث اللي خلفته لهم الحكومة السابقة. يذبون كل شيء براس حكومة السوداني، طيب حكومة الكاظمي، طيب قبل الكاظمي مو اجى عادل عبد المهدي اللي طلعتوه اللي سويتوه القائد الفذ والقائد الضرورة ورجل المرحلة ايضا، وقبل العبادي قائد التحرير، وقبل المالكي ما ادري شو يسموه، يعني شخصيات تعاقبت على حكم العراق كلهم، يعني كلهم شرفاء. طيب منو اللي كان يبوق لعد؟ منو اللي كان يدمر البلد؟ من سوى قائد ضروره؟ يا عمي ناس حرام، نقول ناس حراميه. ناس حراميه وناس سراق، وجابوا ناس القبر برايمر، برايمر اقدر منهم. نعلك الله على وجه برايمر ونعلك الله على وجه بوش النعيم. شكرا ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا حيدر من البصره، تفضل يا حيدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. معك حيدر البصراوي، تحياتي لك. تفضل يا حيدر. والله استاذ العزيز، هم حكومه محافظه وحكومه حداد، وحكومه فساد وحكومه محافظه، وترك موسكا كذبات معاصر الشعب. نعم. ان شاء الله نتقبلهم، سنعتنهم. ناس ساقطين وما بيتخيل وسفره وصبر الحيوانات، والله العظيم شعب من الشمال والجنوب كله جوعان، اكل الجوع. نعم. ليش ما يطلع الشعب الجوعان يتخلص من ذوله؟ الشعب الجوعان يبدا يتحرك، الشعب ما ادري يمتى الشعب يتحرك ويصير براسه خير، ما ادري. هذا الشعب العراقي اليوم ينتظرون احد يجي يساعدهم؟ منو يساعد اليوم؟ مثال شوفوه واحكموا،
هل هذا العالم عالم عادل؟ هل المجتمع الدولي والأمم المتحدة فعلاً يطبقون المعايير المعنية بحقوق الإنسان والحريات والعدالة؟ هاي فلسطين تباد ويقول لك إسرائيل تدافع عن نفسها، تمام؟ ويقول على الفلسطيني إرهابي. إذن أنت لا تنتظر من المجتمع الدولي أو من أمريكا اللي جابت هؤلاء اللي دي حكمون أنه هم ممكن يتدخلون في سبيل إنقاذ المواطن العراقي وإعادة العراق إلى عهد القديم وإلى مكانته في المنطقة. يعني معناها لازم المواطن هو اللي يتحرك. ليش ما يتحرك؟ أمريكا وياهم، أمريكا وياهم، هي أمريكا جابتهم وأمريكا اللي خلتهم بالعراق. الله ينتقم من أمريكا والله ينتقم من أدم كلهم إن شاء الله. والمواطن هو المواطن قابل للحداد، المواطن قابل للحداد. زين أتمنى من المواطن يكون سرد وعي، ما يشارك في الانتخابات، يرفضون العمل السياسي كله، يرفضها، مو يروح ينتخبهم ويرجع مع السلطة. يعني هم راح تفرق وياهم اذا المواطن العراقي شارك بالانتخابات لو لا؟ اي نعم، حتى المواطن العراقي يطلع ينتخب بالمحافظات ويخليهم بالشرافي ويرجع مع غيره. اتمنى من هذا الشيء تغيير، يكون تغيير الشخص النزيه واللي خوش عندي، اتمنى من هذا الشيء. نعم، شكرا جزيلا سيد حيدر من البصرة. وطبعا اكو تجارب سابقة اثبتت انه هذه الانتخابات شكلية اللي موجودة في العراق. كم انتخابات قاطعها الشعب العراقي ولم يذهب الى التصويت سوى ما لا يزيد عن 15% فقط، وهم قالوا لا 45، ومرة يقول لك 42% شاركوا، وزوروا بالنتائج وزوروا زوروا رأي المواطن العراقي، سرقوه، خطفوا أصوات الناخبين، حتى خلوا المتوفين أنه هم يشاركون في هذه الانتخابات. انتخابات شكلية، انتخابات بالنسبة لهم لا تعني شيء سوى فقط مزيد من المكاسب، محاصصة والتقاسم للمناصب، وما راح يتغير شيء بالنهاية. الكعكة مقسمة مثل ما قالت الفتلاوي من البداية، وكل من يأخذ حصته. المواطن شارك يعطيهم مزيد من الشرعية، المواطن امتنع عن المشاركة حتبقى لهم الشرعية الدولية اللي متمسكين بها. أبو علي من الديوانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي المدرسة وقعت كل البنى تحتها بدنا وشوق عليها، يعني هي مثل ما يقول أبو المثل أصلك رمض هيا من يا شريعة، هاي كلها رمض، كلها بانينها يعني بنى تحتية صفر. نعم. بنت على الغش. نعم. بأغلى بأثمن الثمن مالتها، مضاعف الغلاء مالتها على المدرسة الصالحة للدراسة. ثاني شيء الجنوب احنا ما شفنا الراحة. إذا من صدام أخذ شباب الجنوب كلها حلفها. جور إجا الإيطار، التيار سوى له جيش هماته ذبحها، وجو الإيطار ذبحونا، كل اللي يجي ذبحنا. ترى الله وكلك العباس كيف لك، المناطق الجنوبية أغلبيتها ناس مستضعفة، بس أقول لهم لا يستولى عليكم شيخ العشيرة ولا يستولى عليكم الجدي من الانتخابات، لأن لا انتخبتوا هؤلاء اللي يشبهون بالرجال، تتنزفرون أربع سنوات أزد من هالدلة هاي. يعني جينا ترقبنا لحكومة اللي تعين الشعب طلعت أصغر من حكومة صدام. يعني بالصيف يقص الكهرباء طيل 3 ملايين، والله بروح الحسين انت شوف مناطق الجنوبيه اغلب الرجال بيها قلبه بالسوق لقيت عنده 10,000 دينار. يعني معناها المواطن اذا راح وانتخب يتحمل اللي حيصير به باربع سنين جايه. يتحمل امام الله وامام البشريه، يدفع الثمن بالدنيا يتحمل امام الله. طيب انت برايك ابو سيد ابو علي، انت برايك اليوم نفسيه المواطن العراقي عنده رغبه بالتغيير؟ لو خلص دا يتعايش ويا الموجود، يقول لك خليني عايش، شلون ما تمشي خل تمشي. الناس اليوم بالعراق عندها دافع، عندها رغبه ان هم يخلعون ويقلعون هذه الاحزاب من جذورها، لو يعني ما فارق عندهم بعد الوضع، وتاقلموا على الفساد، وتاقلموا على النفايات في الشوارع وغياب القانون والنظام. والله يا اخي
الشعب اللي يستولى عليه شيخ القبيلة ورجل الدين، هذا مو شعب هذا. يعني وصلونا لأنقص مرحلة، وصلونا من سنين طويلة نترقب الجار الشيخ والجار رجل الدين ودفعنا الثمن. اليوم الدين ما نصرنا، ما نصر الجنوب إلى يومنا هذا، وشيوخ الحشائر ما فاتت الجنوب نهائيا. حتى لا يصير أكو خطأ بالتوصيف، مو الدين اللي ما أنصف الناس، الناس اللي يتاجرون بالدين استخدموه لأغراضهم الشخصية، استخدموه لسرقة الأموال الخاصة. نعم. وجابوا على الجو حل مال، ما أجوا لي للجنوب، تتحلل الجنوب أنت من العراق، تحلل الجنوب ترى أغلبية الناس مستضعفة. نعم. الله وكيلك. نعم. والعباس كفيلك يعرفون للجنوب أن ناس الجنوب أغلبيتهم ناس مستضعفة اللي استفادوا تبعت التيار والإيثار. وضحت الفكرة، أشكرك أبو علي من الديوانية، شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام لدينا من مواضيع وننتقل إلى موضوع آخر. حمل مراقبون وناشطون الحكومات المتعاقبة مسؤولية التلكؤ في إنجاز مشاريع القطاع الصحي في العراق المرتبط بأرواح الناس بشكل مباشر. وأعلنت وزارة الصحة الحالية عن وجود أكثر من 61 مشروعا متلكئا يخص بناء المستشفيات منذ سنوات موزعة على أنحاء متفرقة من العراق. ففي خان سعد بمحافظة ديالى، خان بني سعد في محافظة ديالى، يعاني سكان المنطقة من عدم وجود مستشفى لهم، الأمر الذي يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لمركز المحافظة من أجل تلقي العلاج. لنستمع. يعني احنا من نطالب، ما نطالب شيء غلط، نطالب بمستشفى لكل الناحية بدون استثناء، كل القبائل، كل الشرفاء. فأخواني هذا الشارع رئيسي يربط الشمال ببغداد، يربط الشمال بالجنوب، الحوادث تصير، يعني ماكو، لا عندنا سيارات إسعاف، المستوصف صغير، المستوصف ما يسع حي من الأحياء، يعني عندك حي الرسول يعادل نصف محافظة. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. غالبا ما تكون الوعود الحكومية بإصلاح القطاع الصحي مجرد حبر على ورق، بالرغم من التصريحات المتكررة للحكومة الحالية والسابقة بشأن إتمام بناء وتجهيز المستشفيات، إلا أن هذه المشاريع بقيت متلكئة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في العراق من نقص كبير في المستشفيات والمعدات والطواقم الطبية. ففي قضاء النصر بمحافظة ذي قار أكد ناشطون من هناك غياب أي تقدم في تشييد مستشفى مخصص للقضاء كان من المفترض أن يتقدم الإنجاز فيه بعد أشهر على وضع أو من وضع حجر الأساس، لكن دون جدوى. لنستمع. تقريبا 8 شهور اجى محافظ ذي قار ودق حجر الاساس لهذه المستشفى في المدينه، لكن بعد 8 شهور والشركه اللي كاظه المشروع ب 30 مليار او 31 مليار، هذا حجر الاساس لحد الان، هذا وضعها فقط اساس وسبيس وكذا موضوع، مع العلم المفروض سنه ونص او سنتين او اقل ما اعرف يكمل المستشفى، لكن 8 اشهر وضعها حاليا تراب، ايش وقت يكمل العمل؟ ايش وقت تكون الشركه عملها صحيح؟ ايش وقت يكمل ونجي نشوف لنا مستشفى يحترمنا ويخدمنا باشر؟ ما اعرف، مجرد قضايا ابتزاز بين قوسين يومية على المستشفى، يومية يجي شخص يتكالب على المستشفى، يومية يجي واحد يريد مشاريع بيها، يومية يجي واحد يريد يشتغل بيها، يومية يجي واحد يريد محلات، واحد يريد قراج، ومعارك على الروس وي أبو الشركة بالمستشفى، وهذا الكلام منقول وحقيقي. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بدورهم أكد ناشطون أن مشاريع إعادة تأهيل المستشفيات شكلية ومجرد هدر للأموال، ويشير الناشطون إلى أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني وأتباعه تفاخروا بدهان جدران مستشفى الكاظمية باعتباره إنجازا حكوميا، لكن الصور القادمة من المستشفيات الحكومية تكشف الإنجازات الشكلية للحكومات المتعاقبة لتكون أنموذجا صريحا يوضح حجم الفساد وهدر المال العام. طبعا نظم عدد من النشطاء وأهالي قضاء تشبايش وقفة احتجاجية احتجاجا على توقف العمل في مستشفى تشبايش العام وحال المستشفى الحالي المتهالك والآيل للسقوط. لنشاهد. خرجت هذه الذلة البسيطة مطالبة بإكمال مستشفى تشبايش العام الجديد
الذي هو قيد الإنشاء الذي وضع حجر الأساس له في مطلع العام 2008، ونحن حاليا في مطلع العام أو في نهاية العام 2023 ولا زال العمل فيه متلكئ وبطيء. طبعا نحن كأبناء القضاء لا نعرف ما هي أسباب التأخير ومن هي الجهات المستفيدة من هذا التأخير. طبعا فيما يخص المستشفى الجديد القديم الذي نعمل فيه حاليا، هذا المستشفى يعود التاريخ الذي شيد فيه للسبعينات من القرن الماضي، حيث شيد ليخدم فئة بسيطة من الناس. هذه المستشفى حاليا متهالكة وغير صالحة للعمل، نجد أن هنالك بين الحين والآخر تتساقط أجزاء من الجدران، وقبل فترة بسيطة حدث تساقط بعض أجزاء سقوف المدخل مدخل الأدوية، ولولا لطف الله وعنايته ممكن أنه يتأذى أحد المنتسبين. طبعا الحل الوحيد لكل هذه المشاكل هو إكمال البناية الجديدة. مشاهدينا، نعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أياد يقول: هذه المستشفى صار لها أكثر من 13 سنة ولحد الآن غير منجزة. حسن يقول: خويا أجو صوروا بها كلهم، خالد الأسدي وحسن الأسدي وعبد الغني الأسدي ونيسان وعلاء الركابي، هاي كلها دعاية انتخابية، وصعدوا بروسنا. حسين يقول: مستشفى تشبايش 100 سرير قيد الإنشاء منذ 2007 ولليوم ما كامل، وسكان تشبايش والأهوار بحاجة ضرورية جدا لهذا الصرح الطبي لتخفيف المعاناة بسبب المسافة عن مركز المحافظة. بان تقول: تدري شو وقت يكملونه؟ لمن يوقع المستشفى على الناس لا سامح الله. يلا فأنتم حاولوا توقعون المستشفى القديم، يلا يكملون هذا. نستمع لرأي السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أكو مستشفى بالنجف، أنا قلتها كم مرة. هي جاهزة طبعا، تذكرون الانتخابات مع المالك الثالثة. نعم. هذا راح وحط شريط وعلى أساس هي جاهزة وفتحها، وفعلا هي جاهزة، بس هو هذا شيء متفق عليه أستاذ محمد. نعم. ما يفتحون المستشفيات حتى لو جاهزة. ليش؟ طبعا المستشفى بالنجف تقريبا 500 سرير، ليش ما يفتحون أخي؟ نعم. شنو السبب؟ أمر من إيران أخي، أمر من إيران. طيب ماشي، أمر من إيران، شنو الهدف؟ نعم. من هذا الأمر، هذا هدف دمار العراق ونهب العراق حتى المواطنين العراقيين يروحون إلى إيران. هاي واحدة. اثنين، حتى العراق ما يصير ما يتطور يعني. هذا أمر من إيران. زين، طيب هم ليش يتعبون نفسهم لعاد بالموافقة على هاي المشاريع، يبدأون العمال وتصير هيكل وتنعاف؟ يعني ليش هالخطوات؟ هم ديبوقون، انت بوقها من البداية وانتهى الموضوع، ليش دي تعبون وياخذون مكان؟ نعم، على مود يضحكون على العبيد والقطيع مالتهم، واحنا نعرفهم. احنا تتذكرون كانت وزيرة الصحة عديلة حمود. نعم، هاي قبل 6 سنوات. هاي اخذت من ميزانية العراق مستشفيات 2. ها؟ نعم. يعني هن وعدتهن وموظفين، تصور يعني أرض ما مبنيات. كل هذا اللي صار عبد المهدي. تمام. أقول شو اسمه هذا؟ اسمح لي، عبد المهدي الكربلائي أيدها بهذا الشيء. طيب أبو علي، كل هذا اللي صار وعلى مدى 20 سنة، كل الحكومات اللي جتي ما شفنا واحد من هؤلاء رؤساء الحكومات، رؤساء الوزراء، تجرأ على محاسبة مسؤول فاسد مقصر من الطبقات العليا اللي حكموا العراق من وزراء ورؤساء وزراء أو رؤساء جمهورية، على فسادهم وعلى الضرر اللي سببوه للاقتصاد العراقي؟ ليش؟ بعد منو حيحاسب؟ أخي العزيز، هاي مو حكومات، كلها ميليشيات جت من 2003 لحد هذا اليوم. ميليشيات
بيد بيد بيدها وبيد العمايم، يعني هم العمايم جاي يحكمون ويطبطبون عليهم ويسكتوهم، بل يعطوهم الفتاوي بوق وانهب، نفط العراق مباح، ثروات العراق مباح، والا يعني كل شيء ما عندنا، لا مستشفيات، لا زراعه، لا صناعه، لا تعليم، لا طيب، البلد تحت. وهاي الامور هاي الامور كلها ما تحرك ما تحرك الجهات الدينيه من مرجعيه وغيرها، انه هي تنتفض في سبيل نصرة المظلومين، نصرة الفقراء والمستضعفين في العراق من هذه الطبقة الفاسدة القاتلة بتوصيف العراقيين اللي دا تحكم من 20 سنة. يعني معقولة هذه ما ثارت حفيظتهم، غضبهم، حرصهم على هذا البلد؟ هم مو يقولون احنا جهات دينية هدفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وين هذا المنكر اللي دا تنهون عنه؟ لا 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 أستاذ محمد، دولة المراجع والعمائم مستفادين، هاي واحدة. اثنين، هم اصلا افغان، هنود، باكستان، ايرانيين، ما لهم علاقه بالعراق اصلا. طيب، هم ما لهم علاقه بالعراق. شكرا ابو علي من لندن، اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. حذر خبراء المرور من ارتفاع معدلات حوادث السير في العراق بشكل لافت دون اي حلول ملموسه من قبل الجهات الحكوميه للحد من مشاكل شبكة الطرق التي تحولت إلى مصائد تحصد أرواح سالكيها يوميا. وتبدو الجهات الحكومية وكأنها غير معنية بما يحدث من كوارث متلاحقة بما يعرف محليا بطرق الموت، خاصة تلك الرابطة بين بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب. ففي محافظة النجف وتحديدا ناحية العباسية، نظم سكان الناحية تظاهرة بسبب تحول الطريق السياحي إلى طريق موت بعد أن حصد أرواح العشرات دون تدخل حكومي لإيقاف نزيف الأرواح بسبب سوء التخطيط. دعونا نشاهد جانبا من التظاهرة. واحدكم هسا ما نهتم بهاي الشباب، واحدكم هسا نهتم بالتثقيف الصاحبة ولابن عمه على مود على مود ما السكفة بمجلس النواب، لا يريد مجلس المحافظة بعد العينتين ولكم كافي. هذا شارع أخذ أرواح ناس، إلى متى؟ مثل إلى متى؟ أنا ما أعرف الوادم هاي صابرة عليكم إلى متى؟ هسا الموديل الجديد بعد ما استلفه هو وحده، لا قام يرشح ابن عمه وقام يرشح أخوه وياه، ليش؟ هو ما استكفى. ولك أنت شارع ما دبرته، تريد الدبرة أنت وابن عمك، تريد الدبرة أنت وأخوك، هذا قاعد نقول إحنا شارع موت. هذا الشارع كله يمكن ما يجي بيه مسؤول، هذا الشارع لو يجي بيه مسؤول، لو برلماني، والله الكريم صار سايديا. هذا الشارع أخذ أرواح ناس، أخذ أرواح شباب، كل واحد حاط له 3 مكاتب وأربع مكاتب بالكوفة وبالنجف وبالعباسية دون جدوى، إكلاوات، الله وكيلكم يضحكون عليكم. والدليل العام اجوا نواب، العام اجوا نواب لهذا المكان، كل شيء ما سووا، اجى محافظ لهذا المكان وكل شيء ما سوى. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تسجل المحافظات العراقية أعدادا من ضحايا الحوادث المرورية بفعل رداءة الطرق وما خلفه الفساد على المشاريع الخدمية في ظل حكومات ما بعد 2003. في النجف التي اخترناها مثالا لواقع الحال المزري كحال أغلب المحافظات، تكثر حوادث السير بشكل لافت حتى لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حوادث سير بعد أن اتخذ سكان المدينة هذه الحوادث مناسبة لتذكير المسؤولين بدورهم ومناشدتهم من أجل التدخل لإيقاف نزيف الخسائر اليومي بسبب الطرق الرديئة. دعونا نستمع إلى مناشدة بالقرب من أحد الحوادث المميتة على طريق الإمام علي في محافظة النجف. أخذ هواي من أرواح الناس، شارع صار له سنتين يوميا صاير بيه حادث، غير أكو ناس معنية تهتم بهذا الأمور. يعني إلى متى هاي أرواح الأبرياء هاي هي جاي تروح بالخالي بلاش من ما ورا شارع الحولي اللي صار له 3 سنوات وهو ما كامل؟ يعني إلى متى هذا الاستهزاء بأرواح الناس؟ شو وقت يكمل؟ ما أعرف. يومية حادث، يومية ناس رايحة لنا، مع الأسف والله. المشتكى لله، نوجه شكوانا لله بس، اللي هو ينظر بحالنا
ويخلصنا من هاي الأزمة اللي ما جاي تخلص على مدى السنين كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا شارع الحول اللي خلف الإمام يعني مشكلة والله مشكلة. شارع بسيارات كبار سيارات صغار، سايد واحد ولا بي أضوية، لا معبد بصورة صحيحة، لا قواعد سلامة. يا ريت يعني هذا المقطع الفيديو يوصل للناس المعنيين حتى يشوفونا حال، يشوفونا شارع. مشاهدينا نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عقيل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يرحمهم برحمته الواسعة. لؤي يقول: النجف أصبحت مرتع للسرقات والشركات المشبوهة والمسؤولين الفاسدين. حسين يقول: هو المحافظ من التيار الصدري، ليش ما يستقيل ويخلص العالم من شره؟ وتعليق من عباس يقول: استهتار بحياة الناس، شارع راح يصير لأكثر من سنة ما مكملي. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. تراجعت مناسيب المياه في أهوار جنوب العراق لتشهد جفافا لم يسجل قط في تاريخها، وذلك بحسب ما يفيد ناشطون ومنظمات محلية كذلك. وقد جعل هذا الجفاف الحياة مستحيلة في منطقة الأهوار، ما تسبب بهجرة غير اعتيادية لسكانها تجاه مراكز المدن في محافظات البصرة، ميسان وذي قار، في حين تقر السلطات الحكومية بأن المخزون المائي تراجع إلى مستويات خطيرة، وصار الوضع المائي المتأزم في العراق مهددا للحياة. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. مشاهدينا الكرام، موضوع الهاشتاج هو نفس الموضوع الذي طرح قبل لحظات وهو يتعلق بجفاف الأهوار. على منصة إكس الوسم هو: الأهوار تموت عطشا. عادل يقول: تاريخ وحضارة ومجتمع له قيمة وتقاليد وبيئة جميلة وثروة حيوانية كلها تهدر. تعليق من فرات يقول: جفاف الأهوار يعني حلول كارثة بيئية وسكانية وساسة البلد في سبات عميق عما يحدث، لأنهم لا يعرفون سكان هذه المناطق إلا في يوم الانتخابات. تعليق من تبارك تقول: في وسط الصراعات السياسية هناك شعب يموت عطشا وتموت معه حضارة وتراث كامل يمثل العراق، لذا اتركوا صراعاتكم السياسية وانتبهوا إلى شعبكم وثرواتكم
المهددة بالانقراض. تعليق لدينا من يوسف يقول: 30,000 عائلة بحاجة إلى الإغاثة وأهلها لا يجيدون إطلاق أصواتهم، كن أنت صوتهم. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.